والآن مع الشخصية الإسلامية لهذا العام، العلامة والمفكر الإسلامي الكبير والداعية العظيم الذي ملأ الدنيا علما وفضلا ونشرا للإسلام بفكره المتفتح واجتهاده النير، الشيخ أبي الحسن علي الحسني الندوي. والذي اختير شخصية هذا العام الهجري 1419 لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، فليتفضل بتسلم جائزته وإلقاء كلمته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، سادتي وإخواني، هذه مكرمة دقيقة حساسة ذات ردود فعل متناقضة. أولا، إن هذه المكرمة تستدعي ممن اختير لها حمد الله تبارك وتعالى والإقرار بأنه نعمة من الله وأنه ليس من استحقاق ولا من جدارة، إنما هو فضل من الله تبارك وتعالى. فإنني أقول لكم بكل صراحة أنني إذا نظرت إلى طفولتي وإلى بيئتي وإلى المحيط الذي كان يحيط بي وإلى الوضع الذي كان يسود على القارة الهندية بصفة خاصة وإلى تلك الفترة التي كان فيها الحكم الإنجليزي المقرر من القضاء على الخصائص الإسلامية وعلى التراث الإسلامي وعلى المؤسسات الإسلامية وعلى الثقافة الإسلامية، هناك ينشأ طفل في قرية ممعنة في مغرية في القررية أو في الصحراوية على شاطئ نهر فياض قد تفيض منه الفيضانات، فيضطر أسرة هذه القرية الساكنة قاصرة فيها إلى الانتقال إلى مكان آخر. هنالك ينشأ هذا الطفل ويتعلم اللغة الوردية ويدرس القرآن الكريم على عادة وعلى التزام البيوتات الشريفة بل الأسر الإسلامية كلها في القارة الهندية، ولم تكن تلوه على جبينه. أقول لكم بصراحة، لم تكن تلوه على جبينه ولا مخايله أمارات النبوغ وأمارات أن يكون في وقت من الأوقات في ساعة من الساعات جديرا أو مختارا لهذه المكرمة التي تشرفونها وتجدون في قيمتها. وما كان أحد يتكهن ولو منح كل فراسة والمعية أن يتكهن بنبوغ هذا الطفل أو بجدارته لإصحاب العالم الإسلامي ولإصحاب العالم الإسلامي بالهدايا الإسلامية العلمية والفكرية والثقافية والدعوية والقيادية والثورية كلها. هذا يستدعي من الذي أختير
الذي لا أقول استحق لكنه اختير لهذه المكرمة أن يحمد الله سبحانه وتعالى ويعترف ويقر بعدم جدارتي لذلك. ثم إنه بعد ذلك هو اختاره الله تبارك وتعالى، قدر الله له دراسة اللغة العربية في بيئة غير عربية بعيدة كل البعد، بعدا معنويا وبعدا جسديا وبعدا جغرافيا وبعدا ثقافيا، من مهد اللغة العربية ومركزها. ولكن الله سبحانه وتعالى قدر له أن يكون متطوعا، لا أقول أكثر من ذلك، أن يكون متطوعا وجنديا في حقد الدعوة الإسلامية، فهيأه لهذه المكرمة ومنع له فرص دراسة اللغة العربية دراسة عميقة ودراسة أصيلة كذلك، ودراسة ذوقية وأدبية ورعبية كذلك. هذا أقول لكم بصراحة، إن هذا الرجل الذي تختارونه لهذه المكرمة ويختاره صاحب السمو محمد بن راشد المكتوم حفظه الله تبارك وتعالى وأطال حياته، لم يكن أحد يتكهن بأن هذا الطفل، أن هذا الشاب الذي نشأ في قرية هندية صحرابية تقريبا، أن يكون جديرا لهذه المكرمة. ولكن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء وقدر ما يشاء، فقدر له السفر الأول للبلاد العربية وهو في الثلاثينات، وإنه نشأة كانت تغري بل كانت توحي بل كانت تلهم، وكانت تتكهن بأن هذا الطفل لا يكون بمكانة في اللغة العربية بحيث يستحق، ولا في الدراسة الإسلامية بحيث يستحق هذه الجائزة الكبيرة وهذه المكرمة العظيمة. ولكنه فضل من الله يفعل ما يشاء. وأنا أنتهز هذه الفرصة وبعد الشكر لمن ترجع إليهم لمن ترجع إليهم هذه المكرمة ولهم الفضل في ذلك. وأنا أخاف أن يسر الله تبارك وتعالى يوم القيامة أنه منحني فرصة نادرة جدا، فرصة فذة، فرصة تاريخية، فرصة فكرية وصورية، فإنني ضيعت هذه الفرصة ولم أؤد حق هذه المكرمة. فأنا كنت كتبت عددت مقالا لكنه يطول والوقت يقف.